لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، منظمات دولية ومسؤولون محليون: الفساد والإهمال وراء فاجعة الناصرية. في القدس العربي، مجزرة للنظام السوري تزامنا مع أداء الأسد اليمين الدستورية. في العرب اللندنية، استقالات جماعية لمديري مستشفيات جنوب العراق بعد حريق الناصرية. في موقع عربي 21، الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بمدن 48 على خلفية هبة أيار. في صحيفة الزمان، أوروبا تبدأ إحصاء الخسائر جراء الفيضانات المدمرة وأعداد الضحايا ترتفع. في التايمز، العالم بحاجة للتكاتف لمواجهة تغير المناخ مع تواتر الفيضانات والجفاف. وفي لوبيغارو، عن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة فشل يرمز لأزمة نظام الأوليغارشية اللبناني. السلام عليكم. من ديميلو إلى بلاسخارت، بعثات الأمم المتحدة في العراق أداة بيد الحكومات المتعاقبة للتغطية على فشلها. الأمم المتحدة مطالبة بإنهاء مهمة بعثتها في العراق، وذلك لفشلها في أداء مهمتها. تقرير كتبه أحمد صبري في صحيفة الميثاق العراقية. نتوقف عند الإحاطات التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة يونمي إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في العراق التي افتقدت المصداقية ولم تلامس الحقيقة، وهي عادة ما تجامل الحكومات المتعاقبة من دون أن تحدد مسؤولية الأطراف التي ساهمت في قتل المتظاهرين السلميين وتردي الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاجتماعية والتربوية في العراق. وقد غابت عن هذه الإحاطات ملفات في غاية الخطورة: مصير المفقودين والمغيبين ومحنة المعتقلين وتحول العراق إلى غابة للمخدرات والسلاح بفعل تغول ميليشيات الحشد الشعبي في الحياة السياسية، وقبل ذلك ملف تزوير الانتخابات، كما غابت محنة النازحين التي تحولت خيامهم إلى وطن بديل. وما أجري في حزام بغداد وسمراء وصلاح الدين والأنبار ونينوى وديالة من تغيير ديموغرافي واعتقالات وتهجير قسري ينذر بصراع خطير. وهنا نسأل: هل يكفي 18 عاما للحكومات المتعاقبة كي تفي بوعودها، أم أن الأمم المتحدة تحتاج إلى وقت؟ ربما يتجاوز المهلة الماضية كي يستمر الوجود الأممي في العراق وما يترتب عليه من هدر أموال العراق لتغطية مهمة بعثتها بالعراق. يعني بماذا ساعدت بعثات الأمم المتحدة إلى العراق في تحقيق أي من الأهداف التي بموجبها تشكلت من أجلها وكلفت العراق ملايين الدولارات، من غير أن تحدد مسؤولية الأطراف التي تقف وراء فشل أداء الطبقة السياسية ونهب ثرواته وعسكرة المجتمع عبر النيابة الطائفية التي تنهش بجسد العراق؟ الجواب: لم تحقق بعثات الأمم المتحدة طيلة السنوات العشرين منذ مقتل أول رئيس لبعثتها في العراق الفرنسي سيرجيو ديميلو، ومرورا برؤساء بعثاتها يانكوفيتش ونيكولاي ميلادينوف ومارتن كوبلر وحتى جنين بلاسخارت. عن السجون العراقية كتب حسين صالح السبعاوي مقالا جاء فيه: العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يعرف عدد السجناء فيه ولا عدد السجون، إذ يوجد لكل وحدة عسكرية سجن خاص بها، ولكل ميليشيا سجن، ولكل حزب جناح مسلح وفيه سجن أيضا، وحتى بعض الأشخاص من ذوي السلطة والنفوذ لديهم سجون خاصة. هذه السجون غير مسجلة في وزارة العدل العراقية، ولا يستطيع أي مسؤول الوصول إليها، ولا يستطيع أحد الاطلاع على أحوال السجناء وأعدادهم بما فيها المنظمات الدولية والحقوقية.
الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى الآن لم تفلح ببناء البنية التحتية للعراق مثل الجسور ومحطات الماء والكهرباء والمطارات وغيرها، بينما شيدت عشرات السجون من أبرزها سجن الحوت في الناصرية الذي يوجد فيه عشرات الآلاف من المعتقلين، منهم محكوم عليهم بالإعدام ومنهم بالسجن المؤبد. وتشير تقارير منظمات الحقوقية والإنسانية إلى أن السجناء يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية، وأن الكثير منهم يموتون تحت التعذيب أو الإهمال الصحي. وتعد الولايات المتحدة أول من مارس الانتهاكات ضد السجناء في العراق، وفضيحة سجن أبو غريب سنة 2004 خير دليل، فقد مارست كل الأنواع للانتهاكات النفسية والجسدية ضد المساجين حتى طفحت رائحتها النتنة إلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية كافة. ثم بعد ذلك فتحت شهية الحكومات العراقية المتعاقبة بممارسة النهج نفسه، خصوصا في عهد حكومتي إبراهيم الجعفري ونور المالكي، ولا سيما فضيحة سجن الجادرية في بغداد سنة 2005. أما في عهد حكومة المالكي فقد بلغت الانتهاكات ذروتها عندما أنشئ سجن الحوتي سيء الصيت سنة 2008 في مدينة الناصرية، إذ يعد هذا السجن من أكبر السجون في المحافظات الجنوبية. يوجد فيه قرابة 40,000 سجين، منهم 29,000 لم تحسم قضاياهم. مع كل هذه الانتهاكات لم تتحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بل وتغض الطرف عن هذه الجرائم. إن هذه المنظمات الدولية وأمثالها التي تتحرك في مكان وتسكت في مكان آخر، ما هي إلا منظمات سياسية وبعيدة جدا عن الإنسانية، وهي أداة بيد الراعي الدولي أمريكا. تدين من تدينه أمريكا وتسكت عمن تسكت عنه أمريكا. وإذا أردنا أن نصف السجون العراقية فهي مقبرة الأحياء، وكثيرا ما يتمنى السجين الموت من شدة العذاب. مسلسل الفواجع في العراق مستمر ولا من منقذ أو مخرج. مدينة الناصرية تنضم إلى المناطق المنكوبة، مقال للكاتب سعد ناجي جواد نشرته صحيفة الجاردينيا. مسلسل الفواجع في العراق مستمر ولا من منقذ أو مخرج. مدينة الناصرية تنضم إلى المناطق المنكوبة. آن الأوان كي تنقشع هذه الزمر الفاسدة من كل الأطياف والاتجاهات والمكونات، لأن لا خلاص للعراق والعراقيين إلا بهذا الحل. مرة أخرى تنكب مدينة حبيبة على قلوب العراقيين، ولا تهتز غيرة السياسيين من أعلى الهرم الحاكم إلى أسفله، ولا يبادرون إلى الاعتذار وتقديم استقالتهم. لا بل نقل عن أحد النواب الذين يمثلون المحافظة المنكوبة في البرلمان، هذه المؤسسة التي لها صلة لها ولغالبية أعضائها بالعمل البرلماني، أنه رفض أن يظهر في لقاء تلفزيوني يتحدث فيه عن الكارثة. والسبب هو أن النائب مقبل على انتخابات، وأنه يخشى أن يخسر في الحفاظ على مقعده البرلماني إذا فشل في الإجابة بصراحة عن أسباب الكارثة. ونقل عنه بالحرف الواحد أنه قال: أخاف أن أسقط في الانتخابات القادمة. وهو لا يدري، على حد قول أحد المعلقين المخلصين، بأنه سقط في نظر العراقيين منذ زمن بعيد. مما يزيد في الألم أن كل الأطراف والمسؤولين الذين وجهت لهم أصابع الاتهام من المتظاهرين الغاضبين ما زالوا في مناصبهم، وقياداتهم تدافع عنهم لأنهم أثبتوا أنهم حققوا مردودات مادية كبيرة لكتلهم. والأمر نفسه يسري على مسألة اختيار وزير للصحة بدلاً عن الوزير السابق الذي اضطر إلى التواري عن المشهد السياسي قبل شهرين ونصف بسبب كارثة أخرى مشابهة في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومن دون أي محاسبة. شأنه شأن كل الفاسدين الذين سبقوه. لقد ثبت بما لا يقبل الشك أن ما بين 700 مليار وتريليون دولار من موارد العراق النفطية قد أهدرت منذ بداية الاحتلال ولحد الساعة. هكذا مبلغ هائل كان يمكن أن يبني بلداً مثالياً وعصرياً ومتطوراً.
ومع ذلك فإن العراقيين ما زالوا يعيشون بدون كهرباء ولا ماء صالح للشرب ولا حصة تموينية تسد رمق الغالبية العظمى من الناس، ولا رعاية صحية ولا قوات نظامية قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، ولا جيش قادر على حماية حدود البلاد ويوقف تمدد المنظمات الإرهابية أو الفصائل المسلحة التي لا تخضع للدولة. عن ألعاب مقتدى الصدر والتيار الصدري نقرأ مقالا للكاتب إبراهيم الزويدي نشرته صحيفة العرب اللندنية. سواء أكان حريق مركز العزل الصحي التابع لمستشفى الحسين في الناصرية قد تم بفعل فاعل أشعل النار في منظومة الغاز متعمداً، أم أنه كان نتيجة احتكاك آلي كما يروج البعض، فالجهة المسؤولة في الحالتين هي بالأصالة دولة إيران صاحبة الحل والربط الوحيدة في العراق، ونيابة عنها التيار الصدري المتصرف بالوزارات الخدمية التي حرمت العراقيين من طعم النوم وهم غير خائفين ولا قلقين ولا غاضبين. ورغم أن حكومة مصطفى الكاظمي صدرية الهوى، إلا أنها اضطرت إلى الاعتراف بوجود فساد وتقصير خصوصا في المستشفيات التي أنشئت على عجل لمواجهة ظروف كورونا. وإزاء كل هذه الحرائق والكوارث توجهت أصابع اتهام الولائيين والمتظاهرين إلى أتباع مقتدى وحملتهم المسؤولية عنها جميعها لكونهم المتعهدين الوحيدين الممسكين بقطع الصحة والكهرباء والمعروفين بالاختلاس والاستغلال والفساد. وعلى خلفية هذه التطورات وبشكل مفاجئ أطلق مقتدى الصدر توجيها لأتباعه يأمرهم فيه بالعمل على إقالة محافظ ذي قهر فورا. شيء آخر هو أن مقتدى وعد تياره مؤخرا بمئة مقعد نيابي في الانتخابات القادمة وبرئاسة الحكومة، ثم جاءت الحرائق الأخيرة لتزيد منسوب النقبة الشعبية الواسعة التي كان خصومه قادة الميليشيات الإيرانية سبب تأجيجها واستخدامها سلاحا فعالا ضد تياره. المعروف والثابت أن مقتدى لم يغادر يوما خيمة الولي الفقيه، ولكن يبدو أن الحاجة إلى مواقفه المتقلبة وتصريحاته النارية وتظاهراته المزعجة قد انتفت، وأن لصاحبها أن يترجل ويفسح الطريق لأشقائه الولائيين الآخرين الأكثر حظوة لدى الحرس الثوري الإيراني ليقوموا بأدوارهم المرسومة لهم في الحلقة القادمة من مسلسل اللعبة الإيرانية في العراق والمنطقة. تحت عنوان في لبنان أزمة سياسية لا تنتهي أو لا نهاية لها، قال صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه قبل بضعة أيام على الذكرى الأولى للانفجار المدمر في ميناء بيروت يواصل لبنان سقوطه الحر بدون طيار. وأضافت الصحيفة أن رمية سعد الحريري الذي عين رئيسا للوزراء قبل 9 أشهر خلفا لحسان دياب باعتذاره عن تشكيل الحكومة هو فشل ذريع يرمز إلى أزمة نظام الأوليغارشية اللبناني الذي يخلط بين قادة المجتمع والميليشيات والمصالح التجارية والمالية. هذا التطور الأخير يؤكد انعدام القدرة لدى القادة في لبنان على التوصل إلى حل للأزمة التي تسببوا فيها، وهناك حاجة ملحة للخروج من هذا العائق المنظم وغير المقبول، كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا، وهو رد فعلي فوري من رئيس الدبلوماسية الفرنسية يؤكد رغبة باريس في أن تضع نفسها على خط المواجهة على الساحة اللبنانية التي هي في حالة انحدار كامل. إن فرنسا تعمل على تكثيف المبادرات من خلال اللعب على 3 محاور قادرة على تحفيز الوصول إلى حل سياسي نهايته بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة: المساعدة الدولية الضرورية للانتعاش الاقتصادي، عقوبات ضد طبقة سياسية غير قابلة للإزالة مستعدة لفعل أي شيء للبقاء في السلطة، إعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية في المنطقة مدفوعة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران حليفة حزب الله اللاعب الرئيس في النظام اللبناني.
وتوضح لوفيغارو على الرغم من إهمالهم يظل قادة المجتمع اللبناني مسيطرين ويواجه البديل السياسي صعوبة أكبر في الظهور. هذه الطبقة السياسية هي الأسوأ، لكن من الصعب الإطاحة بها. هذه هي القراءة الضمنية لفرنسا التي لديها مع ذلك إطار عمل أكثر ملائمة مما كان عليه الحال قبل عام. قال صحيفة التايمز في افتتاحيتها إن توالي حدوث الفيضانات والجفاف حول العالم يتطلب اتخاذ إجراء عاجل وجماعي بشأن تغير المناخ. تحدثت الصحيفة أيضا عن الفيضانات القاتلة التي وقعت في ألمانيا وبلجيكا وهولندا والتي هي التي تسببت بوفاة أكثر من 120 شخصا وفقدان أكثر من 1000 شخص. وفي ألمانيا تحديدا هطلت خلال 24 ساعة كمية أمطار كانت تهطل خلال 3 أشهر في سنوات سابقة، فيما تجاوزت في مناطق أخرى أرقاما قياسية في معدلات سقوط الأمطار، ولا تزال حتى اللحظة مياه الفيضانات تحاصر بلدات بأكملها. رغم أن كثيرا من السياسيين الألمان يؤمنون أن هذه الكارثة تسبب بها تغير المناخ، إلا أن أحدا منهم لم يقل على وجه اليقين ذلك، إذ لم يلقي أحد بالمسؤولية إلى تغير المناخ. وتشير الصحيفة إلى أن العلماء حذروا على مدار سنوات ماضية من أن ارتفاع انبعاثات الكربون في الجو قد يؤدي إلى الاحترار العالمي وتزايد حالات الطقس المتطرف التي تأتي على شكل موجات من الجفاف والفيضانات وموجات من الحر والعواصف في مناطق مختلفة من العالم. وأصبحت هذه الأحداث المتطرفة الآن أكثر تواتراً وشيوعاً بكثير من توقعات العلماء. هذه الأحداث المتطرفة في أوروبا، خصوصاً أنها جاءت بعد أسبوعين فقط على تسجيل موجة حر شديدة في الساحل الغربي للأمريكيتين، حيث جرى تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة وصل إلى 49 درجة مئوية و16 درجة، وحدثت السنوات السبع الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل منذ عام 2014. إن مثل هذه الأحداث هي بمنزلة تحذير للحكومات لكي تكثف جهودها للتكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى أن التقاعس في ذلك يؤدي إلى مخاطر وأضرار تلحق بالتنوع البيولوجي والموائل والتربة والمحاصيل والماشية، فضلاً عن الاضطراب المحتمل لسلاسل التوريد وأنظمة الطاقة والبنية التحتية الأخرى حول العالم. وبحسب الصحيفة لا تستطيع أي دولة بمفردها وقف ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يوجد 23 من أكبر 25 مركزاً حضرياً مسؤولاً عن 52% من انبعاثات العالم في الصين التي تواصل بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم. ولذلك تعتبر التايمز أن الجهد العالمي المشترك فقط والذي يمكن أن يحد من الغازات الدفيئة. مشروع صناعة الدمى في غزة ينشط خلال فترة الأعياد، سواء تلك التي تحمل أشكال الخراف والأغنام أو التي على شكل أطفال. تستهدف مجموعة من النساء في صناعة الدمى للأطفال ذوي الإعاقة، حيث يتم إعداد الألعاب التي تتناسب مع ظروفهم الخاصة. نحو 14 سيدة من قرية أم النصر تعمل في هذه الجمعية بمجال صناعة الدمى، والذي يعود عليهن بمردود مادي. تسويق هذه الدمى يتم إما عن طريق الصفة الاعتبارية للجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المعارض. وتأسست جمعية زينة التعاونية عام 2015 وتهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وتنتج ألعابا تعليمية وتربوية للأطفال ومنتجات خشبية متنوعة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.